مساء الخير عليكم أحبتي، إن شاء الله يا رب الكل بخير. اليوم عندنا المحاضرة السادسة لمادة حقوق الإنسان، اللي هي استكمالا عن فكرة حقوق الإنسان اللي تناولناها بالمحاضرة الخامسة عبر العصور الوسطى وعصر النهضة ومطلع العصر الحديث، واللي شهدت ظهور حركة فكرية قوية، وأيضا قامت عدة ثورات مثل الثورة في بريطانيا عام 1688، وأخيرا الثورة في فرنسا عام 1789. اليوم حنتكلم عن الثورة الفرنسية وأيضا حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية وفي المسيحية، وأهم الحقوق اللي تناولتها يعني الشريعة الإسلامية. طبعا الثورة الفرنسية يعني قامت في فرنسا عام 1789، هذه الثورة كان لها صدى وتأثير واسع في فرنسا وفي كل أنحاء العالم الأوروبي، استمرت لمدة 10 سنوات. كانت هذه الفترة فترة اضطرابات كبيرة، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، يعني بسبب فرض الضرائب على أبناء الشعب، هذا يعني بسبب كان ناتج عن الحروب اللي صارت، فبدأت الحكومة بفرض الضرائب نتيجة للديون التي كانت تعاني منها، فأمر طبيعي أنه تفرض الضرائب على الشعب، وولد ذلك القحط والفقر والجوع، وأيضا رغبة يعني الناس في التخلص من الحكم المطلق واستبداد الكنيسة، ويعني أيضا كان للنبلاء والإقطاعيين امتيازات، وكانت الكنيسة تتدخل بالحريات الدينية والمساواة والعدالة. فحثت الثورة الفرنسية اللي نجت عن عدة مبادئ أو نتائج، كان من أهمها هي اعتماد الأسلوب الديمقراطي. يعني قبل الثورة الفرنسية ما كانوا يعتمدون على الأسلوب الديمقراطي في الحكم وأسناد السلطة، بعد ذلك بلشوا يعني يعتمدون على الأسلوب الديمقراطي، على إقرار حقوق الأفراد والحريات، وأيضا صدرت إعلانات نصت على أهمية حقوق الإنسان، وأيضا اعتمدت على الدساتير التي صدرت بعد الثورة الفرنسية. هذا أهم ما ولدته الثورة الفرنسية. بعد ذلك ننتقل إلى موضوع آخر اللي هو حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، طبعا عفوا في الشريعة المسيحية. المسيحية هي ولدت في فلسطين وانتشرت بسرعة في أطراف الإمبراطورية الرومانية في مجتمع سيطرت فيه الأوهام والأساطير. كان هذا المجتمع تحكم فيه يعني الظلم والاستبداد فضلا عن سيادة العبادة الوثنية فيه، فيمكن الإشارة في هذا الموضوع إلى وجهتين نظر تتعلق بموقف المسيحية من الأفكار العامة اللي تقوم عليها فكرة حقوق الإنسان. يعني مثل ما معروف إنه يعني الديانة المسيحية ركزت على أنه جميع أبناء البشر هم أبناء الله، وضعت حجر الأساس تقيد يد السلطة، إذ أن السلطة هي سلطة زمنية قد وجدت من أجل خدمة الإنسان، ويتوجب عليها بالتالي أنه تحترم الإنسان وتحترم أهم الحقوق اللي لازم يحصل عليها كل فرد من أفراد المجتمع، ولا يجوز للسلطة الزمنية أن تتجاوز اختصاصها فتدخل في الأمور الدينية، وإلا فإن في هذه الحالة ستخالف مبدأ أعطي ما لقيصر لقيصر ما وما لله لله، يعني تصبح مقاومتها أمر مشروع. أيضا نادت المبدأ اللي ذكرناه قبل قليل، هو أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وما يعني هذا المبدأ يمثل فصل السلطة الدينية عن يعني السلطة الدنيوية، وأيضا يميز فكرة العدالة والأسرة والكنيسة والدولة كانوا وسائل لتحقيق السعادة للإنسان، واعتبار الناس أخوة متساوين أمام الله في الحياة الأخرى. ففكرة حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية عفوا في الشريعة المسيحية دعت أتباعها إلى عدة من أهم المبادئ التي دعت إليها الديانة المسيحية هي أنه رفضت سيادة الأباطرة، وأيضا الفرار بعقائدهم من سلطان الدولة، ودعت إلى حرية العقيدة وأنه لا يتقيدون بدين معين أو عقيدة معينة، وأيضا ميزت بين الفرد بوصفه إنسانا وبين الفرد بوصفه مواطنا، مثل ما ذكرنا بالمحاضرات السابقة، يعني أنه رابطة الجنسية تميز المواطنين الأصلاء عن الأفراد الأجانب، فتعطيهم حقوق تختلف عن هؤلاء الأفراد.
فأيضا من المبادئ الأخرى أنه أكدت على صفة الإنسان الذي له قيمة في ذاته، وأن يفكر بحرية ويؤمن بالعقيدة اللي ذكرناها بأنه هي صارت اختيارية، وصارت للفرد حرية باختيارها، يعني حرية حتى يختار الدين الذي يرغب به ويؤمن به. وأيضا دعت إلى إقامة العدل والمساواة بين الناس أجمع. فأيضا من المبادئ الأخرى التي دعت إليها بأنه كما ذكرنا قبل قليل، الفصل لازم تفصل بين السلطتين الدينية والزمنية وفقا للمقولة اللي ذكرناها سابقا. وتعرضت بعد ذلك إلى بطش وإرهاب السلطة في الإمبراطورية الرومانية. يعني بهاي الفترة صارت اضطرابات، يعني إرهاب صار في السلطة حتى اعتراف الدولة بها بالقرن الرابع الميلادي. وبعد ذلك بدأت تنتشر انتشار واسع بعد ما صار احتكار عليها وضيقوا عليها الخناق. بدأت بعد ذلك قاومت كل هذه الاضطرابات وانتشرت وأيضا توسعت، وبعدين اعتبروها الدين الوحيد المسموح به في الإمبراطورية الرومانية. ومن يعني انه للمسيحيه كان لها فضل في اقرار مبدا ازدواج السلطه، يعني توجد سلطتان دينيه وزمنيه، يعني هي اللي اقرت مبدا ازدواج السلطه، فوجد سلطتين هي دينيه وزمنيه. يعني هذا اهم ما دعت اليه الديانه المسيحيه اللي ايضا كان لها تاثير اوسع في العالم. بعد ذلك ننتقل الى موضوع اخر اللي هو فكره حقوق الانسان في الشريعه الاسلاميه. طبعا بدايه ظهر الاسلام في القرن السابع الميلادي عام 622 ميلاديا، واوجد نظما متكامله حتى تعالج شؤون الدين والدنيا. وجدت عدة مبادئ نادت بها الشريعة الإسلامية. من هذه المبادئ أنه هي رفعت من مكانة الإنسان، يعني اعتبرت للإنسان مكانة وقيمة في حد ذاته. وأيضا نصت على مبادئ سامية، أقرت على حقوق الإنسان وحريته، وأيضا نصت على قواعد عامة تحث على تقدير الإنسان واحترام حقوقه وحرياته. حرص الإسلام على كفالة هذه الحقوق والحريات، وأكد على عدة حقوق ومبادئ مهمة في الحياة اليومية وحياتنا العامة. من هذه الحقوق هي سبع نقاط عندنا حنتناولها بالتفصيل. الحق الأول هو الحق في الحياة، يعني الحياة لكل إنسان، يعني إلى الحق بأنه يعيش حياته وما يصير أنت تنهي حياة إنسان وقت ما شئ. فحرمت الشريعة الإسلامية قتل النفس، وأيضا حرم الله سبحانه وتعالى الانتحار، ولا تقتلوا أنفسكم حسب الآية القرآنية. فلكل إنسان هو الحق في يعني عيش حياته، ومثل ما ذكرنا بأنه ما يجوز أنه أنت تنهي حياة إنسان لمجرد المزاجية أو مجرد يعني العداوة بين الأشخاص. هذا الحق الأول. أما الحق الثاني هو حرية العقيدة. الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان بملكة العقل والإدراك، لذلك دعت إلى يعني هذه الشريعة الإسلامية للتفكير الحر، الاستدلال على الحقائق بواسطة العقل، وأيضا اعتماد المنطق السليم. العقيدة الإسلامية يعني أو الشريعة الإسلامية بشكل عام أعطت للأفراد بأنه لهم حق بأنه يختارون أي ديانة بعقلهم، يحكمون عقلهم، يحكمون المنطق السليم عندهم، تفكيرهم لازم يكون حر، أيضا يستدلون على الحقائق بواسطة العقل مو مجرد رغبة، لا لازم أول شيء تقتنع بديانتك بعقلك، وبعدها يكون إيمان بداخلك، بعدها تختار الديانة التي ترغب بها أو التي يعني راح يعني تعتمد عليها من خلال اعتمادك للمنطق السليم. هذه هي الحرية الثانية. أما الحرية الثالثة اللي هي يعني مهمة جدا في المجتمع هي حرية الرأي. ادعى الإسلام إلى حرية إبداء الرأي، يعني هذه كلها الحريات والمبادئ طبعا نادى عليها الإسلام قبل كم سنة، وإحنا لحد الآن مجتمعنا يعني ثلاث أرباع هذه الحريات هو مدى يأخذ بها. حرية الرأي يعني هي يعني من الحريات المهمة في المجتمع، يعني جعلت في الإسلام واجبا على الفرد، يعني واجب مهم جدا، يعني ما يصير اني يعني اكون متكلم وحيد، لا لازم يكون تبادل الآراء بينك وبين الشخص المقابل، وايضا لازم يكون نقاشات، لازم يكون
ايضا لازم يكون تبادل بين الافكار، وايضا هي تقوم على مبدأين، الاول هو الشورى وهي لا تكون الا بابداء الرأي بحرية تامة. يعني هاي مذكورة بالقرآن وأخذناها هواية، أخذتها خلال مرحلة المدرسة، يعني افتهمنا شنو الشورى. والأمر الثاني أو المبدأ الثاني هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هاي حرية الرأي اللي نصت عليه واللي أكدت عليه مبدأين، هو الشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الحرية الثالثة هي عفوا الرابعة هي المساواة، إذا أقر الإسلام بأن الناس متساوون في القيمة الإنسانية المشتركة، فكل الناس سواسية. أما الحرية الخامسة فهي حق الملكية، ويعني هي من الحقوق أيضا اللي أقرها الإسلام واللي أكد عليها حق الملكية، وأيضا تكفل الإسلام بحق الملكية ويسرت الشريعة سبل التملك وأيضا الحصول على المال، ويعني اعترف الإسلام بحق الأرض وحرم الرق، يعني حرم الإسلام الرق غير المشروع للكسب كالغش والربا والاحتكار، فهذا كان يسمونه يعني الرزق غير المشروع للكسب، او يعني مثل ما يعني يفتهمونه انه هذا اني رزقي، فهو دا يجيبه بالغش، دا يجيبه بالاحتكار بالربا، فهذا محرم شرعيا. يعني من الحقوق الاخرى هي حق التعليم، ايضا نص عليها القرآن الكريم، فيعني اقر بانه للتعليم وللعلماء مكانة خاصة، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون حسب الآية القرآنية. فمن الحقوق الأخرى أيضا الحق في الخصوصية، الحق في الخصوصية يعني كفل الإسلام حق الإنسان في الأمن على النفس وأيضا الأسرار والعورات وأيضا البيوت. والحق في الخصوصية هناك عدة أنواع من الحق في الخصوصية، مثلا الخصوصية الشخصية اللي هي النوع الأول من حق الخصوصية، وهو ما يعرف بالخصوصية الشخصية، هذا كان في كل المجتمعات البشرية، وتعني ببساطة خصوصية يعني تفسيرها ببساطة هو خصوصية الشخص كفرد في مجتمعه، وأيضا حقه في الاحتفاظ بكل ما يعتقد أنه من حقه وحده يعني الأغراض الشخصية، هذا شيء مقدس وأهم الخصوصيات، ورفع يعني الإسلام أكد على هذا الحق، وأيضا رفع مرتبتها وحق الدفاع عنها إلى درجة الاستشهاد في سبيل الله، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. فهاي من أهم الحقوق، النوع الأول هو الحق في الخصوصية. أما النوع الثاني هو الخصوصية الثقافية، يعني هذا كان أيضا كل المجتمعات لها خصوصيات ثقافية، لا يمكن لأي إنسان عاقل أنه يتجاوز هذه الحقوق، وكل من يدرس تركيبة يعني الدول يجد أنها تتكون من جماعات وشعوب عديدة مختلفة ثقافيا وعرقيا، هذا النوع الثاني. أما النوع الثالث هو الخصوصية الدينية، هو ما يمكن أن نطلق عليه هذه الخصوصية الدينية، بمعنى أنه كل شخص حق فيما يفكر وحقه في الحماية المطلقة لكل ما يعتقد ويؤمن به، ولا يجب أن تكون هناك وصاية على أفكاره أو معتقداته من أي جهة كانت وتحت أي ذريعة. يعني هذا أهم يعني الأنواع اللي تميزت بها الخصوصية. في النهاية عندنا عدة أسئلة عن المحاضرة، يعني كم سؤال، أما باقي الأسئلة فراح تكون على شكل تعداد إن شاء الله، ونتمنى لكم محاضرة ممتعة. أي شيء ما فاهمينه وعندكم سؤال إن شاء الله نتواصل عبر الميتينج، وشكرا لكم وشكرا لاستماعكم، وفي أمان الله.